بلا معنى كده يدقدقوا الباب ويهربوا الصغار خاتي اسوون كده جوال الحافه هذول كمان المرة دي قلت لك بنرحمه الرجال اللي يشتغل لك هذا وانا قبل واحد يوم يربخه دحين لا ترحمه خلي هذا شغله ها يا حسب فلوس مش هذا شغله بعد الان ما اعطيك رحمه هذا شغله ما راح اشوف مين امس ما وصل لنا ما راح اشوف كيف سوى له شيء روح شوفي كمان باقي انا معي كمان امشي ما راح نشوفه دام ما عنده شمانه على قولته اي 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 عنده شمانه مرحبا يا اختي باقي معك بس اسمع انت خليك بس خلي داخل اسمي يا مالي بلي داخل المكان ده ما نزل دور بعتني سوي لي يا اخي خلاص بس اليوم خميس اسمعني هذا الشغل خميس جمعه سبت ما فيش اقابلك بس عشان اشتغل برجع انا ترى شوفوا بس شغلوا انا رقم شغله خميس هذا خميس خميس كيف انا شوف كيف مبش من اليوم خميس اليوم فهمتوا اليوم خميس ايوه هيا. انا اليوم ما عندي شغل طيب اشي اليوم اخزر وارباع ندير اشتغلت ندير اشتغلت الفلوس قبل الحق الشغل الحقني اشتغلت 1000 فرق 1250 الحاصل هيا شفتي السوق بري لا انا اخاف جلطه تجي لي بسبب الرجال هذا كذا ما يخالف السوق بري السامان تقول على ظهر مين الحين اقطع الشيخ بري هذا على ظهر مين هذا عليك اطلني حسابي دبو ايه اعطاني حسابي لا على قولت اخي ان هذا كله نستاهل منو نستاهل اسمع اشتغلت يوم الخميس اشتغلت امس الليل اسمع تشتغل عند الدوله انت ولا ايش عند الدوله تشتغل اسمعي اشتغل معاه مش انا مش حمير ولا حمار لا انا حمار يباع اسمه حقا اليوم خميس بروح بيتي استاهل ايوه ترتاح مش وعلى طول النهار كله 1250 ما في السوق اسمعي يا 1250 يا عالم بس خلاص يا اختي السوق بارد خلي يروح البيت السوق بارد اقول لك السوق بارد عرفت شوف يا اخي طول النهار 1250 اشتغلت يقول لي هذا حاجه تدخل بالراس انا قلت لك يا اختي احملي ها لما نحصل واحد ثاني بعدين ما نوقفه من الشغل هذا الرجال كتر بي علينا البيت ماني باقي الشارع البوشيري ايش اسوي انا عذبت نفسي بنفسي يا جماعه سمعونا نسيت حاجه كمان نقول لك نسيت حاجه اسمعني انا وقع الراس وقع القلب قفلي اخاف الحين راح تستخطر ويحسوا لي سكر ده كان كله ب 1200 ده كله ب 1200 عشان على عيونك الخضر شفتي سقيت الكياس انا افهم شغل شغل الحبحب روح انت شكرا كده وقع القلب هذا بيدي بني وقع القلب ورب الكعبه حسيت عملي راح دورت فرافر صابر من الجماعة يقول بنين بس ايه انا عنده ايه بس ايه هذا ما عندك ما عندي بدوي بدوي عادي 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 بدوي انت يا عادي انت مثقف ايوه انا بدوي خليه لحالي
صابر العروس. ايوه ايوه. والقاضي. صابر البياس اخي. الليله بالليل. ايوه. نمشي شارع النيل. الليله بالليل. الله ما شاء الله. والله اليوم بقيت على حسيت بعد اللي هناك قدام الناس. بس انا حسيت. انا حسيت شو. انا حسيت انه في شيء. تذكرت على وقت راح يقول لي فرنسا. ما كانت علي اختي. والله ما خبرنا. اقول لك والله ما خبرنا حسيت. ما قال لي ما جاوا بلد. ما شفته قلت له ما حسبته. ايه. استلمتكم شنو؟ انا استلمتكم. من ما حسبتك. قال لي عشان يكون شايف. 4 سنين ونص. من ما حسبتك. يا اخي اسمع. عشان اكلمك ما حسبتك. يا اخي انت حاسد. خلاص خلي البلاطاني في دالك خلاص والله حاسد الحين تبدوش انت تلحقهم فرانفر شفتي يفك الاخفاء عليا كمان جيكون عمونا المنامي ستنجلو شفت يا اختي فاتي سمغي لا تبدع يا فرافر وقفي امني وقفي امني قول مو قول صندرة يسمو قول ما وقفي امني ما قول ستوب ما يمغو قول صندرة بايد التوك بنشوف انا دور حرمة اللي تكون عاقلة و رزينة ساعك ساعك انت ساعك وعيد ساعك معك بلاطة بس بلاطة انت وحيدة ما لا خلوا البلاطة يكفي حبر قماعة الحين بيقو وحيدة سبع السنة وحيدة سبع السنة قطعت الحين وقفي مني يا رجال هذا فرانفر معلق في فوقه ما مفشح الدينة اسمع اسمعي الدينة مفشح بس بعد اللي احنا قدام الناس واقينا العروس خلونا نتكلم خلونا نتنفس لا 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 تخليني شنطه والله مريم في مهمه والله ما في والله ضدك انت في مهمه والله في مهمه خلاص روح روح لك في مهمه لا لا بجلس بجلس روح لك ابدا ما اتحرك والله ما اتحرك اليوم انا داري حاسس السافر حاسس ما بتحرك والله والله ما بتحرك مش حلوه حلوه في وقت مريض العروس واقفين اقلع فيهم تاخروا عندهم واقفين تاخروا مولانا السلام عليكم السلام عليكم هلا مولانا تفضل تفضل السلام عليكم اهلا وسهلا 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 يا اهل الخير يا اهل الخير لقيت بالخير الله اكبر اهلا وسهلا اسمعوا اسمعوا يا جماعه تأخرنا عليك من قليل شرفوا لنا يا ريت النور كيفك يا اخ قال مبسوط انا مبسوط اليوم فرحان اي والله لما استوت الزواج يا خال هذا شان هاك مكانه مش فرحان ايش ما عصبته عشان اكلمه هذا سر هذا سر شرفنا جينا ايوه جينا يا قلال والقاضي كمان تتكلم يا اخ قلال ايوه عنده اجينا على الوعد طيب علي مشيل الحق زعيم عنده القاضي اجي قبلناه معانا ايوه عشان الوعد حقنا اللي عقد اليوم تمام وافقنا وافقت ما وافقوش ما شاء الله موافق سنة الله ورسوله الله اكبر الله اكبر قابلين احنا قابلين ما شاء الله ما شاء الله نصيب ما شاء الله اسمه نصيب الزوج افهم الوكيل الكرت حق الوكيل انا الوكيل انا الوكيل حق سعيد العروس انا الوكيل طيب ابي مره الكرت حقك على العروس والكرت حقي كلكم على واحد اصبر يا فرنفر هذا العروس احنا اسمه قلت لي فرنفر فرنفر والله فرنفر وهو فرنفر الدم احنا هذا محسن علي احمد محسن علي احمد ايوه محسن علي احمد وبكتب كله هذا عروس حقوقي انا كرت حق مرحبا الرسول حق العروس انا اخوها عنده الكرت حقي والعروسه فيها كرتين ايوه كرت حق العروسه راجل الله اكبر الكرت حق العروسه الاخت بين العروسه يلا الكرت العروسه جيبها أبو الكريم عمي هاي سعيد كيف أقول الحمد لله الله الخير اسمي حنان عبد السيف اسمي حنان عبد السيف حنان عبد السيف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مشان الخير يا رب العالمين الحمد لله ما شاء الله الله حلال سبوك حلال نصيب أسطوة نصيب وهذا أخوه جلال عبد السيف
جلال عبد السيف. سعيد جابر يحيى. اسم مليح حمص احسن اسم رنفر حمص حمص رنفر حمص والله فرنفر حمص هو فرنفر فرنفر عبد المعان هذا حمص عبد الكريم عقل توكلنا؟ اه وكلتك مرحبا بالله في طارق من زواج الأنسة حنان عبد السيف ايوه على الله ورسوله ايوه خلاص تبقى بناجحتي على بركة الحمد لله على بركة الله الحمد لله مرحبا لا اله الا الله اللهم امين رب العالمين امين اولاد صالحين امين ولا صالحين امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه ما شاء الله مبروك يا عروس مبروك مبروك ربحت المليون ربحت المليون مع السلامة.